اجل معونة زينب يلم مع الاطفال امنا. السلام عليك يا رسول الله ونبيه. السلام عليك يا امير المؤمنين وليه. السلام على الزهراء الحوراء الانسيه. السلام على المسموم والصابر على الرزيه. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين. السلام على قتيل الأدعياء. السلام على المرمل بالدماء. السلام على غريب الغرباء. السلام على العطشان. السلام على المطروح والعريان. السلام على القتيل في مثل هذه الليلة. يا شيعة أسألكم سؤال، أيطيب عيش بعد وقعة كربلاء؟ أيطيب عيش بعد وقعة كربلاء وأكون فيما أرتديه أنيقا وأذوق طعم الماء وابن محمد لم يروى حتى للحمام أذيقا سيدتي قتل الحسين وروعوا قلب الهدى ظلما ومزقوا أشلاءه تمزيقا كأني في مثل هذه الليلة تسمع أصوات الدعاء وأصوات الترتيب وقراءة القرآن وأن الجماعة والأصحاب لهم دوي كدوي نحن. هذا منشغل بلامة حربه وهذا مودع إلى أهله وهذا يحرس الخيام وأما الحسين يدور من خيمة إلى خيمة تارة إلى مخيم النساء يسلي واحدات والأخرى وتارة إلى مخيم الأصحاب يجالسهم قليلا وأخرى إلى مخيم أهله يسليهم واحد تلو الآخر. يقولون إلى أن نظر الحسين إلى أخي العباس قال ابن أخي يا عباس ويا عمدي ويا كبش كتيبتي قال نعم مولاي لبيك أبا عبد الله لبيك. قال أبا أخي أبا الفاض قم وقرب الخيام لبعضها البعض. قام العباس فأصبح يقرب مخيم النساء واحدة تلو الأخرى إلى أن دخل الحسين إلى أصحابه. صح أصحابي هذا الليل قد أسدل ديونه فاتخذوا لكم بين الجبال مطلعا ومخرجا. ايش قصدك يا ابو علي؟ قال اللي يريد يرجع الى اهله ووطنه خليه يرجع. فضجت الخيمه بالبكاء العظيم والكم ينادي لبيك يا حسين. بالليل جمعهم وقال الليل مندوب طلعوا فنان في القوم غيري ابد مكسور وثاروا مباني
وجهتهم ثورة سعود وقالوا صباح العيد يوم الغابري. أبو علي أمر علينا اللي بأمرك في الحوض وانت وحنيتنا بمخيمك وانت للعمود فينا البطل عباس راعي الكرام والزور وقلنا نتمنى الموت دونك يا شفيع. قال ما ترجعون؟ قال لا أبا عبد الله نبقى معك نسمد معك بأرض كربلاء. قال إذا خلوا أنا عندي لكم بعض طلب واحد. قال وما الطلب أبا عبد الله؟ قال كلمون إلى حرم يوديها لها الهيل وما حرمنا للضرب والسلب خلها. صاحوا أبا عبد الله خلى لسانه يقول زينب عن الضرب والسلب يقولون عندها نظرينا ابن فضل العباس. قال تعال أخوي أبو فاضل. تقرب العباس نعم سيدي ومولاي آمرني. قال له أبو فاضل قال نعم. يقول له احنا طلعنا من أرض المدينة وأمكم من حوطة ومن خلفكم تارة تقوم وتارة تكبر على الأرض. أخي أبن فضل خذ إخوتك كلها وارجعوا بهم إلى أرض المدينة خلونا أنا ويا زينب بس بأرض كربلاء. قال له يا أبو فاضل مخوتك قوضوا شي وعلى تركون بهالفضاء والقوم والخير ردوا بسلامتكم قبل ما يظلم الليل أمكم حزينة ودوركم تبقى خليه. وقال لي أبو فاضل تركت القلب مكسور ما انت ملاد الناس وانت العمد ناويين نتوجه مجب اليوم واحنا نتمنى الموت دونك يا شفيع. ارجع واشوفك حاير وتتحدث الناس كيف يا ابو فاضل ها خاف المنية وعاف اخوه حسين. شفت اخوي يطرق اخو منصرها اللي عاخاف المنية وعاف اخوه حسين. عباس لا والله يبع لي انا ضوي اكبر بكربنا. يقولون ايش سوى بعدان حسين؟ يقول ترك العباس دخل الى مخيم النساء وبل جالس النساء واحدة تلو الاخرى لكن جلسة الحسين تغيرت. كيف يكون يا شاعر؟ قال فاتحا من مجلس توديع للأحباب به تحت سام من ذلك التوديع للأوصاب صاب موصي الأخت التي كانت لها الآداب داب زينب الطور بأمر وبنهي النافذ. أخت يا زينب أوصيك وصايا فاسمعي إنني في هذه الأرض مناقل أصبرين فالصبر من خير الكرام المترعي وكل حي سينحيه عن الأحياء. يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين زينب في جميل الخطب يا أخت اصبر الصبر الجميل إن خير الصبر ما كان على الخطب الجليل واترك كلاتن على الخاف وإعلان العليل ثم لا أكرم سقي العين ورد الحاجب. وحسين 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 وحسين.
من زينب نظرت إلى الحسين أمر غريب، كلما تقرب إليه طفل أبعده وأدناه إلى زينب. صاحت أبا عبد الله: أراك كلما تقرب إليك طفل أدنيته أو أدنوته مني. قال زينب: أريد هذا الطفل ينسح نام الحسين ويلوذ بك من بعدي واجمعي شمل اليتامى بعد فقدي والدوم واشبعي من جاع منهم ثم اروي من ضمي واعلمي اني في حفظهم تلغمي ليتني بينهم كالآلف بين الحافلين. صاحت ابو العلي: وحق راسك يا اخويا وحق جمالك، والله حق راسك يا اخويا وحق جمالك، انا والله لا بوري لك عيالك. اويلاه شي عمالي، عظم الله لكم الاجر، احسن الله لكم العزاء. هذا وتقربت سكينة الى الحسين، تقربت الربابة الى الحسين. بعدها نظر الحسين الى زينب، بعد قلها انا عندي الاجراسية يا زينب. قالت: اوصيها ابا عبد الله. قال: اوصيك يا زينب وسمعي هالوصية. اسمع اسمع مولاي الوصيها. قال: اوصيك يا زينب وسمعي هالوصية، ما من رأيتي صابني سهم المنية. جابك يا زينب لا تشقيني، وحسيناه أوصيك يا زينب وسمعي هالوصية، ما من رأيتي صابني سهم المنية. جابك يا زينب لا تشقيني، ليكون صوتك بالبواج ترفعينه، وعندي وصية لك يا زينب واسمعيها، بار الرباب وخففي يا اختي. ومن بجسك للحزينة سكتيها، لانها تراهي من بعد عين يتيم. كانت ابو علي: اريدك توصف لي اكثر، انت وصلتني يا ابو علي، ما الذي يجري عليكم يوم غير؟ لا تتفاجئ اختك زينب. قال: يا زينب يا زينب اعلمي ما يجري علينا غدا، اعلمي يا زينب انها تخلو مخيم الاصحاب، فابقى وحيدا فريدا، لا يوجد معي إلا أهلي وأحبابي وإخواني وأبنائي. يا زينب اسمعي ما يجري عليهم. فأصبح يعد الحسين مصاب كربلاء والمعاشر. إيش صاحت زينب؟ قالت: بهالسواد الليل ويانا أهلنا، ومن أهلنا ينقطع باكر أمل. يا شباب بهالسواد الليل ويانا اهلنا، من اهلنا ينقطع باكر امل. وهاي اخر وداع ويا اخوتي انصداع، هاي اخر وداع ويا اخوتي انصداع، والصبح مذبح الصير الصيف الغادرية. الله ينعم
شباب يلا وقفوا وياي خلنا نسمع صوتكم بعدها. خل توصل الى كربلاء مولاي، خلي نشوف وصولكم الشباب. ها الله يلعن بني امي، اسمح لي بهذا البيت. اسمعي من الشباب، باكر العباس يبقى على الشريعة، هانت حصفين والفوم قطيعة، لا يسار ويمين ويظل جسم رهين، لا يسار ويمين يظل جسم رهين، وعينه مرمية بسهم عظم الرزية، من مكان إلى مكان وأزفه بين الخيول والرجال، يا زينب كأن عرس القاسم بين القوم وبين الأعداء، وانذاره السهام باكر جاسم تنادي وين جاسم، ليش يغنى الثوم عبد اجيب لكم واحد من طول الجاسمها. اسمع مولاي، ها باكر جاسم تنادي وين جاسم، الان تتحمل مولاي، الان تتحمل الشوف الولد بهالحاله، باكر جاسم تنادي وين جاسم، ليش يا ابن على الثرى محضر ماي، على وليد الشباب صار دمه خضار، على وليد الشباب صار دمه خضار، جثته خلت براد الغادرية، الله يلعن بني أمية، جثته خلت براد الغادرية، الله يلعن بني أمية، الله على الأكبر يا زينب كأني بإبني علي الأكبر، مقطع التراب باكر من أكبر علي بحشم ولدها، صيح يا ابني عفتني بصعد شدتها،
حشر اكبر علي تحشم ولدها صيح يا ابني يا اكبر بسعد شددها وتحبت برباك ليت جسمي في دار وتعبتني برباك ليت جسمي في دار لا همان العيش يا ابن الطالبية الله يلعن بن مية الله يلعن بن مية باكر طفلتي قبل الكافي شرم الطفلت بقبضه وقوله انتم كل سنة تريدون هذا البيت تريدونه هاي لي وجع قلبكم ها شرم الطفلت بقبضه مالي تقوم تحشم للمهد للمهد خالي شرم الطفلت بقبضه مالي على قلب القطيع على ولاد الرضيع على قلب على ولاد الرضيع طوقها وقفت بسهم المنية الله يلعن بن مية الله يلعن بن مية الله الله باكر تشوفني وجسمي حزينة دوري يا زينة دوري ويا شحيها باكر تشوفني وجسمي حزينة بالسيوف وبالرمح وبالطحن باكر تشوفني جسمي حزينة سيوف بالرماح مقطوي يختي وقت الظهور يحز نحر الشهور باكر تشوفي جسمي يا حزينة بالسيوف بالرماح مقطوي يختي وقت الظهور يحز نحر الشمور فوق صدر التوسخة الأعوجية الله يلعن بالمية الله يلعن بالمية يختي وقت الظهور يحز نحر الشمور فوق صدر التوسخة الأعوجية اسمع مولاي اشتاد الزينة بعدها قالت أهل الزينة يا خلق بنت الكلام أظل نسبية على ظهور الجمة أدها على أخوها قل أخوي اسمعني اسمعني أهل الزينة يا خلق بنت الكلام أظل نسبية على ظهور الجمة لا أخو لا كفيل غير نسوة وعليل لا أخو لا كفيل غير نسوة وعليل آه ما قصرت فينا الغادرية الله يلعن بن مية الله يلعن بن مية هني دخلت بعد سكينة ها وخلك واقف مولاي اتوجهوا إلى كربلاء اتوجهوا إلى كربلاء وكلكم إلى كربلاء مولايها ترى زينب هي ها دخلت بعد على سكينة تقول إلى ولي آبائه ما وصيتني قال سكينة أنا وصي شحي قالت أبت وصينا على نمو على عمة زينب قال لا قالت توصينا على نمو توصينا على زين العابدين قال لا توصينا على الحرم والأطفال قال لا إذا توصينا على من قال أوصيك على شيعتك وصيني أبو علي على الشيعة قال بلى يا سكينة قالت كن وصيتي أبو علي قال بنتي يا سكينة بلغي واجب تحياتي بلغي سلام الشيعة
سيدنا سكين السلام احنا ما نحطوش السلام ثور كبيره للحسين بعدها سلام الله على نحرك ومن مدموم سيال اسمع اسمع مولاها سلام الله على نحرك ومن مدموم سيال وسلام الله على راسك اللي يضوي فوق عسالك وسلام الله على صدرك الجاس الشهر